بنتي انا حبيبتي والله بنتي حبيبتي يا بنت البتاعه دي بتطرف عيني يعني وبعدين حقك عليا مضايقاك طول عمرك بتفرطي دي مبهدلاني شفت المفاجاه بقى انا عامل لك مفاجاه رهيبه العيله كلها متجمعه ما شاء الله يلا يلا صبحي كده على العيله وما تتكسفيش ها عندنا عيلتنا قول لهم كلهم صباح الخير عمك وخالتك وعمتك وولاد عمك كلهم صباحي عليهم صباحي صباح الخير ايوه لا كده هزعل منك ليه صباحي على ماما ماما ست الكل ماما ده ايوه صباح عليها ده نقرا لها الفاتحه يا بنتي صباحي عليها صباحي قولي لها بونجور مام قولي صباح الفل يا ست الكل يا بنتي بونجور مام بخوخ بونجور مام مام برافو مام بنوتي الشطرة يلا روحي بقى كده اقعدي جنب حسن خطيبك ايه بتنحى كده ليه ما تكسفيش خالص حسن زي اخوك وخطيبك وابن عمك ها لا 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 انتوا متربيين سوا هتبوظ لي وداني دي انا ما مكسوفاش ولا حاجه انا بس مش متذكره كويس حسن ده كان المجشة ولا الجردل ولا ايه المخدة يا بنتي حسن المخدة مخدة يلا إيه؟ امشي نجري روحي اقعدي كامبو يلا صباح الخير عائلتي الجميلة اهلا ازيك يا ابراهيم اهلا وسهلا اهلا صباح الخير شفتي الجمال شفتي عيلتنا الحلوة إيه يا سلام ايه مالك افرحي بعيلتك عمك صبحي حسن خطيبك عطيات عمتك إيه شفتي بقى شفتي احنا لما بنتجمع على الفطار كعائلة شوفي بيحصل لنا ايه الشموع بتنور الحياة بتنور فعلا كما قال الأستاذ ويكس يا أخي كنت على الثبات وهزتني واللي فات ده كان سحري طلعنا منها على خير يا رب تقولي حاجة يا رباب لا ده وشوش الخطوبة بقى ما بيني وما بين حسن بيقول لي هاتي بوسة وبيحك رجله في رجلي ايه بيقول لي عايز كيس مخدة يا نهار اسود والله ما تربي ابنك يا صبحي وإلا قسما عظما أفسخ الخطوبة على الفطار دلوقتي وخليها تطلعوا على الغدا عيب عيب يا حسن وآسف يا ست عطيات كل ما انفعل بتتوتري مرة في مرة هتولعي وتتحرقي وتولعينا معاك اهدي بقى بس اهدي أنا آسف لانفعالاتي السيدة ولكنها خارجة عن إرادتنا كمجتمع رباب نعم أنت منوراني يا رباب بس اعذرني يعني حضرتك كلفت نفسك على الفطار وجايب جبنة وخيار ومربى مش هاين عليك يعني تجيب شوية هربك على بليج الضيوف دول هياكلوا ايه؟ أخ أنا آسف أنت ايه؟ أنا آسف إبراهيم هو السبب هو السبب أيوه هو السبب هو السبب هو السبب إبراهيم السبب ده يولع بجاز ده إن شاء الله على الغداء هحط لك كل اللي أنت عايزاه هاتريك وفنيك وصابون وسلك كل حاجة أنت بمناسبة القعدة الحلوة دي بقى نفسي ترحبي بضيوفنا وعيلتنا الكريمة وتغني لنا أغنية أنا ما بعرفش أغني غني أنا غني كيف أنا ما بعرفش أغني مش تغني يعني إيه غني 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 وطنط سامية على البيانو معاك يا حياة يلا يا سامية سمسمة معلش مش محضرة حاجة يلا معايا ما بعرفش أغني أغنية وغني ذهب الليل وطلع الفجر يلا يا سامية طلع الفجر وقول عصفور سوسام اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية